وبشأن علاقة الوضع الاقتصادي بالتظاهرات التي تجري في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. دكتورة هداب، مرحبا بك. طبعا إلى أي مدى ترين أن تعاطي حكومة العبادي مع الملف الاقتصادي هو السبب الرئيس لاندلاع التظاهرات في العراق؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. قد يعني تبدو الأمور واضحة جدا، أن الأمن السياسي لأي دولة كانت يجب أن ترتبط بالأمن الاقتصادي، وبالتالي هذين المتغيرين لا يمكن فصلهما بعضهما عن البعض. الذي حدث هنا بالنسبة إلى التظاهرات في منطقة الجنوب من العراق هو أنه يقع تحت مصطلح العيش الكريم، وهي أبسط مؤشرات للقضاء على الفقر، وهي عدم توفر الخدمات الصحية والمياه النقية الصالحة للشرب. هذا من جهة. من جهة أخرى، المطالبة بالقضاء على البطالة، وذلك بتوفير فرص عمل لهؤلاء، الذي يقع تحت اصطلاح الاستبعاد الاجتماعي، أي حرمان هؤلاء من الوظائف لفترة قد تدوم 12 شهر أو أكثر، وذلك على الرغم من وجود شركات نفطية عديدة تعمل في الجنوب، ولكن هذه الشركات تأتي بعمالها دون استخدام عمال أهل البلد، كأن تكون البصرة أو المحافظات المحيطة أيضا بالبصرة. هناك نقطة أساسية مهمة يجب أن نعرج عليها، وهي أن الدولة استطاعت أن تحصل في حزيران، هذا حزيران 2018، 6 مليارات و825 مليون دولار من بيع النفط، 105 مليون برميل احنا بعنا بشهر حزيران، وكذلك الاحتياطات الأجنبية في هذا الشهر في شهر حزيران على تموز ارتفعت إلى 56 مليار دولار بالمقارنة مع 48 مليار في نهاية 2017. طيب، إذن هنالك تحسن في الوضع المالي، والتساؤل لماذا الدولة أهملت هذا العامل المهم في التحسن في الوضع الاقتصادي بأن تعمل على تحسين من وضعية المواطنين، وأن لا تصل بها إلى ما وصلنا إليه الآن، هذه المشاكل وهذه المظاهرات والتي لا يمكن أن أجد لها أي حل إلا أن يكون هنالك تدخل من قبل الدولة على أساس أن هنالك هؤلاء مشاغبين أو يحدثون مشاكل وإلى آخره. طيب دكتورة، دكتورة يعني أنت ذكرتي في حزيران الماضي دخلت للدولة 6 مليارات و825 مليون دولار في بيع النفط، لكن صحيفة الاندبندد البريطانية تقول في تقرير لها، تقول الأخطبوط المالي الإيراني هو الذي يتحكم بحياة العراقيين الاقتصادية. هل تتفقين مع هذا الطرح دكتورة؟ أكيد أتفق مع هذا الطرح. يعني أي دولة وفق معطيات الدولية المتعارف عليها تساوي القرار، فلا معنى لأي دولة لا تمتلك قرار. وهنا أنا أقول أن العراق لا يمتلك قرار لأنه محكوم بدول أقليمية وتحركات داخلية، وبالأخص مع إيران في هذا المجال. يعني إن حيث ربطنا أنفسنا بأننا نستورد الكهرباء من إيران، وإيران على غفلة من أمرها عملت على قطع الكهرباء، هذا طبعا بالتأكيد يعني الاندبندنت هي كلش محقة في ذلك، في وصفها إنها أخطبوط إيران مسيطرة على الوضع الاقتصادي، وحتى الميزان التجاري ليس لصالح العراق، هنالك فارق كبير ومهول ما بيننا وبين إيران. وفي نفس الوقت حتى الاستراتيجيات التي تعمل على قضاء على الفقر، لو نظر المسؤولين في العراق إلى ما قامت به إيران من 2010 واستطاعت أن تعمل على تخفيض نسبة الفقر التي كانت عليه بنسبة من 22% إلى 10%، لكان على الأقل تعلموا دروسا منها بدلا من أن يعتمدوا عليها في كل هذه الأوقات، وهي تبقى تبني بنفسها وتنقو عن نفسها بكل المشاكل، وبالتالي ترمي بكل حملها وثقلها ومشاكلها على العراق. طيب دكتورة، يعني أزمة الكهرباء دفعت لخروج المتظاهرين بالإضافة إلى البطالة ومشاكل أخرى، لكن تعتقدين أن أزمة الكهرباء سببه سياسي أم اقتصادي فعلا؟ لا، هو بالتأكيد احنا هنا وبعد خروجنا من الانتخابات أكيد اختلطت الأسباب السياسية والاقتصادية. قد يعني يتساءل البعض، وأنا أتساءل، هنالك أرقام تم نشرها قبل فترة أن الدولة في الانتخابات الأخيرة حددت نسب إنفاق في محافظة البصرة، وكانت بالشكل التالي:
350 ألف دولار للفرد و16 مليون دولار للقائمة، وهذا أقصد هنا بس القوائم الكبيرة. طيب هذه المبالغ التي حددتها الدولة كنسب إنفاق للقيام الانتخابات الأخيرة، أليس كان منها الأجدى بها أن تعمل على إنفاقها في مجالات تحلية المياه وفي مجال الكهرباء، في تشغيل بعض المولدات الكهربائية التي هي منصوبة وهي كاملة ولكنها تحتاج إلى بعض العمليات حتى تصبح كاملة تحت التشغيل في سامرة، وبالتالي تستفاد منها مدن كثيرة من بغداد. كل هذا لم تقم به، وكل هذا الإنفاق الذي يشير إلى فساد تام وكامل، وبالتالي بالتأكيد سيختلط العامل الاقتصادي مع السياسي وتصبح مشكلة بهذا الحجم التي واقفة الدولة وعاجزة عن حلها، لأنها لا تمتلك القرار ولا معنى حتى لمعنى كلمة السيادة. فنحن دولة ليس لها سيادة، ليس من خرجت جيوشه معنى أنه امتلك السيادة، السيادة هي بالقرار، السيادة هي بتسيير الأمور. نعم. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.